يا عبدي إن قلت يا رب لقد تبت إليك يقول الله لك وأنا قد قبلت. إذا قال العبد يا رب وهو راكع قال الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا رب وهو ساجد قال الله له لبيك يا عبدي، فإذا قال العبد يا رب وهو عاص قال الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك. أنا أنتظر. لذلك لله أفرح بتوبة عبده، أنت حينما تتوب إلى الله يفرح الله بك بنصره.